نعم، مزيد من التفاصيل هي التي أظهرتها بعض مقاطع وصور محيط الهجوم، وأظهرت عدد من المهاجمين بالحد الأدنى 3. هناك حظر في النشر فرضته السلطات، وبالتالي ينبغي علينا الحديث في معلومات رسمية فقط التزاما بهذا الحظر. كان وزير الداخلية أشار إلى أن هناك هجوم إرهابي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين، استهدف شركة توساج المصنعة للطيران المسير وكذلك أمور الفضاء، وهذا الاستهداف يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لتركيا. أولا الرئيس التركي هو يشارك في قمة بريكس، ثانيا جاء بعد ربما يوم من إعلان يعني في البرلمان لحليف الرئيس رجب طيب أردوغان وهو دولة باهجلي زعيم حزب الحركة القومية، والذي دعا فيه العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وبدء مرحلة جديدة في تركيا، وهي الدعوة التي كان لها صدى كبير على المستوى السياسي والشعبي، حيث أنه قال في حال إبداء الاستعداد من العمال الكردستاني فإن منصة البرلمان ستكون مفتوحة أمام عبدالله أوجلان لإلقاء كلمة وبدء مرحلة جديدة. المسؤولون الأتراك وكذلك تركيا تقول بأن المرحلة التي تمر فيها المنطقة والتحديات والحرب التي تشنها إسرائيل وامتداد رقعة هذه الحرب واتساعها يفرض على تركيا معادلة جديدة. أن يأتي هذا الهجوم بعد هذه الدعوة من دولة باهجلي فهذا له دلالات كبيرة ورسائل. الآن تستفيض وسائل الإعلام التركية بالحديث عن الأطراف التي قد تشن مثل هذا الهجوم على هذه المنشأة التي تعد من المنشآت التي لها علاقة وتماس مباشر مع تصنيع الصناعات الدفاعية أو الوسائل الدفاعية التركية، وبالتالي الساعات القليلة المقبلة ربما حبلى بتصريحات جديدة والتحقيقات التي ستكشف عن الجهة التي نفذت هذا الهجوم في ظل الدعوة التي أطلقها دولة باهجلي والتي كما أشرت لها صدى كبير في الشارع التركي ولدى السياسيين الأتراك، لأنها تأتي في وقت بالغ التعقيد. أردوغان عقب على هذه الدعوة وقال بأنها ضرورة وترتيب للبيت الداخلي وتحصين البيت الداخلي التركي. هذا الهجوم يأتي بعد نحو عام من هجوم كانت شهدته أنقرة في أكتوبر الماضي عندما افتتحت الدورة الجديدة للبرلمان، وكان هجوم كذلك أشار أردوغان وأشار المسؤولون الأتراك إلى أنه يأتي في إطار بعض الرسائل السلبية التي تريد التنظيمات الإرهابية إرسالها، وبالتالي لا نستبق نتائج التحقيقات. وزير الداخلية سيدلي بطبيعة الحال بتصريحات جديدة، وربما الأرقام ما زالت غير معروفة، القتلى والمصابين الذي أشار لهم في بيانه الأول. شكرا جزيلا لك أبو طالب العبد الله مراسل غد، كنت معنا من اسطنبول في تركيا.